كيف كشف هجوم 7 أكتوبر الانقسام في الداخل الإسرائيلي على وقع العدوان الإسرائيلي المستعر على قطاع غزة منذ نحو 5 أشهر. تتزايد الخلافات في الداخل الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، الأمر الذي يفسر حجم تباين الرؤى بين وزراء حكومة بنيامين نتنياهو من ناحية وداخل المؤسسات الأمنية والعسكرية من ناحية أخرى. بداية من الاعتراف بالإخفاقات الأمنية التي تسببت في هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وصولاً إلى طول أمد العدوان وفرص وقف إطلاق النار على القطاع الفلسطيني. زيارة عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إلى واشنطن أظهرت خلافاً حاداً بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة وأن لقاءات غانتس مع المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لم تأتي وفقا لتنسيق مسبق مع نتنياهو، ما دفع الأخير للتأكيد على أن تصرف غانتس تجاوز لمنصبه في ظل محاولات الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للتوصل إلى هدنة. مواقف وتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير كشفت أيضا عن انقسامات داخل دولة الاحتلال، حيث قرر مجلس الحرب بسحب صلاحيات متعلقة بالمسجد الأقصى من بن غفير في أعقاب تهديداته بمنع دخول الفلسطينيين من الصلاة بالأقصى خلال شهر رمضان. لذا اعتبرت تقارير استخباراتية إسرائيلية أكبر تهديد لإسرائيل من الداخل. لم تتوقف الانقسامات عند هذا الحد فقط، بل امتدت إلى الانشقاقات بين قيادة جيش الاحتلال حول مسألة الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية وسط تحذيرات من خسائر جسيمة من هذه الخطوة. فكيف تنعكس الخلافات الراهنة على مستقبل حكومة نتنياهو ومسار الحرب على غزة؟